بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. بالنسبة لطلاب الصف الأول الثانوي، إن شاء الله النهاردة يونت 12، جزء الخاص بـ language notes. طبعا أول جزء معانا look angrily look angrily look angry what's the difference. طبعا look angrily ينظر بغضب، طبعا angry هنا adverb يعني ظرف، أما look angry طبعا angry هنا adjective. نعرفهم إزاي في الجملة؟ لما أقول she looked angry after the meeting يعني يبدو عليها الغضب، هنا يبدو عليه look هنا معناها يبدو إن هي غاضبة after the meeting، ف angry هنا adjective. أما she looked angrily at me يعني تنظر بغضب ليا، فكانت هنا angrily adverb ظرف، يبقى لو look معناها ينظر هيجي وراها ظرف، أما لو look معناها يبدو عليه هيكون وراها الadjective الصفة. يبقى عندنا look angry يبدو عليه الغضب، أما looked angrily معناها ينظر بغضب. عندنا as long as معناها طالما، أو ممكن نقول في نفس الطول. يعني إيه الكلام ده؟ لما أقول it's a long book ده كتاب طويل، although it isn't as long as محفوظ's other books ولكنه ليس طويل أو في نفس طول كتب مين؟ محفوظ. يبقى هنا long adjective صفة معناها طويل، أما as long as معناها طالما بتساوي if I will work with you as long as you pay me enough money طالما إن أنت دفعت لي مال كافي. هنا as long as بتساوي if you pay me enough money، يبقى if أو as long as هنا معناها طالما. بالنسبة لي what كضمير وصل ممكن يجي في بداية الجملة، وأقول لك what you do will affect your position what، أو كضمير وصل بتسبق بفعل أو كحرف أو تسبق بحرف جر حسب معنى الجملة. what you do will affect your position يعني ما فعلته طبعا هيأثر على موقعك، أو I didn't understand what he said مش فاهم هو قال إيه، أو he listened to طبعا هنا what the teacher said. يبقى عندنا what كضمير وصل هي أصلا لا تعود على اسم محدد ولكن بتعود على إيه؟ على جملة أو على مفهوم جملة. ممكن الجملة دي تكون وهي جاية في بداية الجملة تكون جملة فيها فعل وفعل وتكمل الجملة، أو هي نفسها تسبق بفعل أو إنها تسبق بحرف جر فبتبقى هي إيه؟ مجرور لحرف الجر. طب بالنسبة لكلمة all with a whole، all تستخدم كضمير في بداية الجملة، ممكن معناها كل. all he wants كل ما يريده to do is to learn enough money إن هو يتعلم أو to earn enough money إن هو يكتسب مال كافي، فهنا to earn enough money يعني يكتسب. all استخدمت هنا كضمير معناه كل شيء. أما whole اللي هي the whole the whole the whole بيكون هنا صفة وراها اسم موصوف. the whole trip يعني الرحلة بالكامل أو بأكملها was exciting كانت مثيرة. I spent the whole day working in the garden. I spent the whole day يعني اليوم بالكامل. بقولنا لاحظ أفعال الإدراك عندنا سواء hear أو notice أو see أو watch بيجي وراها مفعول ومصدر الفعل infinitive أو الverb plus ing. لو الفعل hear notice see watch جي وراها مفعول والinfinitive معناها الحدث بالكامل، يعني شاهد أو رأى أو سمع أو لاحظ الحدث بالكامل. أما الverb plus ing يعني شاهد أو رأى أو سمع أو لاحظ جزء من الحدث فقط. يعني مول I saw him take the money taking the money. I hear a bird sing معنى كده ان هو سمع الاغنية بالكامل لو قلنا sing. اما singing معناها هنا يعني سمع ايه جزء من الاغنية. طب في حالة البناء للمجهول المصدر الفعل هينجم معاه to، اما ال ing كما هي. في حالة بناء الفعل hear او notice او see او watch في الباسف المصدر هيكون معاه to،
أما ال verb plus ing كما هو. He was seen to take أو taking the money. A bird is heard to sing أو singing. قولنا my brother looked this piece after the match. أخويا يبدو عليه إيه بعد المباراة. طبعا يا ترى ينظر ولا يبدو عليه؟ طبعا يبدو عليه الغضب. The coach looked this piece at the careless goalkeeper. يعني بينظر بغضب للحارس المرمى المهمل. يبقى إيه ينظر بغضب اللي هو مين؟ looks angrily. Angrily looked angrily. The coach looked angrily at angrily ولا angry at. طبعا looked angry يبدو عليه الغضب. At the careless ولا looked at the careless goalkeeper. طبعا هنا looked at يعني ينظر إليه بغضب. She agreed to space I had said. She agreed to what I had said. Agree to يعني وافقت على اللي انا قلته. طبعا هنا اجري وعندنا وات هنا جر المجرور للفعل لحرف جر تو. space is well that end is well. طبعا هنا all is well that end is well. طبعا هنا قلنا تستخدم كضمير. we spent the whole day اليوم بأسره. هنا الصفة whole استخدمها كadjective لكلمة day. I saw عمر spent the street. ممكن اقول I saw عمر cross the street صح او crossing the street صح. يبقى جزء من الحدث أو الحدث بأكمله. يبقى هنا letter G. عمر was seen to cross. to cross من أو crossing. طب أنا ما عنديش crossing يبقى هنا to cross فقط. عمر was seen to cross the road. عمر was seen. بالنسبة عندنا treasure island chapter 12. treasure island اللي هي القصة بتاعتنا chapter 12 الفصل 12. attach يعني يربط أو يوصل. attach cave cave يعني كهف. ground ground اللي هي الأرض. ground point يعني يشير أو يصاب. point skeleton يعني هيكل عظمي. skeleton smile يعني يبتسم أو ابتسامة. useless يعني عديم الفائدة. useless destroy يعني يدمر. find out يكتشف. empty يعني فارغ أو يفرغ. terrible يعني فظيع أو سيء. هول يعني حفرة أو فتحة. بالنسبة عندنا أسئلة على ال chapter. he used a space to dig a hole for a tree. طبعا استخدم إيه عشان يفحر حفرة؟ spade. spade عندنا طبعا اللي هو الجروف. the officer wanted me to space to the picture of the sieve whom I saw. طبعا أشير إلى اسمه point two. point two يعني أشير إلى الصورة أو صورة اللص. هو ما يسوه steal the car اللي أنا شفته بيسرق السيارة. he should think of a successful space to achieve his work. he should think of a successful plan يعني يفكر في خطة ناجحة to achieve his work. يبقى خطة plan. a space of a man was found in the old tomb. طبعا وجدوا إيه لرجل في المقبرة. طبعا هنا skeleton اللي هو الهيكل العظمي. skeleton اللي هو الهيكل العظمي. we have space of food and drink enough for a week. طبعا هنا we have supplies. supplies هنا معناها امداداتنا من الطعام والشراب. for a week لمدة أسبوع. in ancient times some people lived in space in mountains. some people lived in طبعا هنا caves الناس كانت بتعيش في كهوفة داخل الجبال. never try to trick to play tricks on. play trick بجمع حرف الجر on. play trick on. don't try to fix this mobile it's. طبعا ما تحاولش تصلح الموبايل ده. طبعا هنا it's useless يعني بلا فائدة. The children is very excited when they knew about the trip. طبعا the children looked يعني يبدو عليهم الفرح هنا لما عرفوا ان في رحلة. I hit stone and fell to the I hit a stone يعني انا قذفت او ضربت بحجر. and fell to the ground ووقعت على الارض. ground اللي هي الارض. بالنسبة عندنا test unit 12
Part 1. Choose the two correct answers out of the five options given. When something يعني هنختار هنا إجابتين. When something is distant لما يكون الشيء بعيد. It's طبعا it's far away يعني بعيد. أو it's a long distance away. It's a long distance away يعني على مسافة بعيدة من. It's a long distance away. Those who attack ships are called الناس اللي بتهاجم السفن بنسميهم pirates يعني قراصنة أو criminals يعني مجرمين criminals أو pirates. بقى show the correct answer from A, B, C or D. If you use this cream, the red spots in your skin will abandon, disappear, weave, adopt. طبعا لو استخدمت هذا الكريم البقع الحمراء في بشرتك will disappear يعني هتختفى. يبقى هنا letter P. It's the job of space to make handmade clothes. طبعا وظيفة مين يعملوا handmade clothes ملابس يدوي. طبعا gardeners, dressmakers, tailors, weavers. طبعا هنا weavers اللي هم النساجون. He comes from a small space in the countryside. طبعا هو جاي منين في countryside a village. Village يعني قرية. It's your role يعني ده دورك. To space the problems that you face. Don't depend on your other or don't depend on others. طبعا it's your role to solve the problems يعني دورك ان انت تحل المشكلات اللي بتواجهك. His words made his mother very sad. That's why he feels so طبعا guilty يعني شعر بالذنب. طبعا his words made his mother very sad. That's why he feels so guilty شعر بالذنب. A space is the main subject or idea in a book. طبعا الفكرة الرئيسية main subject الموضوع الرئيسي أو الفكرة الرئيسية للبوك بنسميها plot اللي هي حبكة الفيلم عندنا ولا theme الفكرة الرئيسية ولا solution ولا base وتيرة. طبعا هنا the theme. His base the exam he looks very happy. طبعا هنا he must have failed ولا he must fail لابد انه فشل في الامتحان. he looks very happy ولا he can't have failed. طبعا هنا استحالة يكون رسب في الامتحان لان هو بيبدو عليه اللي هو الفرح. يبقى هنا he can't have failed. ممكن اقول can't fail ولكن هو شيء خلاص في الباست واثره موجود في المضارع. His suit is made of the best material. Its base have a cost a lot of money. يعني لابد ان هو كلف مال. طبعا هو مصنوع او البدلة دي مصنوعة من اغلى او من افضل المواد الخام. Its base have lost لابد cost لابد ان هي كلفت مال كثير. يبقى it must معناها لابد. It's possible that they came يعني ممكن ان هم جم. These bees have come. They might. طبعا بسبل هنا بتديني معنى might يعني ربما من الممكن. I am sure climbing mountains is very difficult. أنا متأكد أن تسلق الجبال ده شاق أو صعب. It is bees be easy to climb thousands of meters. It mustn't. It must be easy. سهل. It can't be easy. طبعا it can't be easy. يعني استحالة يكون سهل أن أنت تتسلق آلاف الأمطار. يبقى هنا إيه can't. What a pity يعني يا للرحمة. He is bleeding هو بينزف. Terribly بشدة. He faced a bad accident. He must have a bad accident. طبعا هنا he must have a bad accident. لابد ان هو طبعا هو بينزف الآن. يبقى he must have had a bad accident. لابد ان هو أصيب في حادث فظيع. طبعا هنا لأنه هو بينزف يبقى هنا إيه لابد في الباست الماضي. يبقى لابد إن هو مر بتجربة سيئة. Most people praised the film. معظم الناس مدحت الفيلم. It is best be exciting. طبعا لابد إن هو مثير. It must be exciting. لابد يعني هنا must.
A space is a book that's so exciting that you want to read it quickly. يعني تحب تقرأه بسرعة. A mystery is a book. A mystery. A character. A weaver. A page turner. طبعا هنا a page turner. A space is the events that form the main story of the book, film, or play. طبعا الأحداث اللي بتمثل the events that form the main story of a book. طبعا هنا a theme. يبقى عندنا هنا a theme. theme طبعا اللي هي الفكرة الرئيسية عندنا. theme أو الموضوع للقصة. لكن طبعا بضد المورال ليسون اللي هو الدرس الأخلاقي منها. طبعا هنا قلنا page turner. A space is a book that's exciting. Also exciting طبعا هو الكتاب المثير. page turner. وعندنا هنا a theme اللي هي الفكرة الرئيسية أو الموضوع اللي بتدور حواليه أحداث القصة. بعد كده عندنا part 2 اللي هو الباسج. read the following passage then answer the questions. people may be divided into two types. الناس ربما تنقسم إلى نوعين. winners يعني فائزون and losers يعني خاسرون. winners winners الفائزون are able to change their situations قادرون على تغيير مواقفهم and become independent ويصبحوا مستقلين by being responsible بكونهم مسؤولين for their own lives عن حياتهم. they don't blame others يعني هم لا يلومون الآخرون for their mistakes على أخطائهم. they do their own thinking بيفعلوا تفكيرهم أو بيقوموا بتفكيرهم الخاص. they listen to others and evaluate what they say بيسمعوا للآخرين وبيقيموا اللي بيقولوه and then they make up their minds وبعد كده بيتخذوا قراراتهم. although they may fail ربما انهم يفشلوا at times احيانا yet they keep self confidence بيحتفظوا عندهم ثقة نفس. winners overcome their bad experiences الwinners بيتغلبوا على مشاكلهم أو تجاربهم السيئة. they enjoy work بيستمتعوا بعملهم بلي يلعبهم food طعام and the world of nature وطبيعة العالم. they freely enjoy themselves بيتمتعوا بحياتهم بحرية but they can postpone it if duty calls ولكن ممكن يأجلوا ده لو الضرورة احتاجتهم أو الواجب يعني ناداهم. losers اللي هم الخاسرون on the other hand من ناحية أخرى never learn to take responsibility مش بيتعلموا يتحملوا المسؤولية for their own lives واعتمادهم على حياتهم. there are many causes why people there are many causes يعني في أسباب why people can become losers للناس بتصبح losers خاسرون. diseases الأمراض poor nutrition اللي هو التغذية السيئة. cruelty اللي هي القسوة. unhappy غير سعادة. relationships يعني علاقات غير سعيدة. and bad experiences وتجارب سيئة. these can interfere with the normal progress دي ممكن تتداخل مع التقدم مع towards أو تجاوبهم الطبيعي أو تقدمهم الطبيعي towards becoming a winner يعني يصبحوا من الفائزون. but where is winners fight this situation بينما الوينرز بيحاربوا هذه المواقف. losers hang onto them يعني بيتعلقوا بيها أو بيتشبثوا بها and use them as excuses وبيستخدموها كاعتذارات. losers usually feel anxious يعني دايما بيشعروا anxious يعني بالقلق. unhappy بعدم السعادة and bored الملل. they are afraid to try new things بيكونوا خايفين انهم بيجربوا اشياء جديدة and often repeat their own mistake ويكرروا تجاربهم مرة اخرى again and again. when the winners fail at times they لما الوينرز الفائزون بيرصبوا في او يفشلوا في بعض المواقف. they always keep their self confidence دايما محتفظين بالself confidence اللي هو ثقتهم بنفسهم. are afraid خايفين. always repeat their own mistake بيكرروا دايما نفس الأخطاء. spend their time waiting بينتظروا وقتهم waiting يعني طبعا هنا. always keep confidence طبعا winners يعني دايما بيظل عنده ثقة في نفسه. losers are people who الخاسرون try to change بيحاولوا يغيروا
blame others for their mistakes، بيلوم الآخرين على أخطائهم. ولا عندنا هنا overcome their bad mistakes، بتغلبوا على أخطائهم السيئة. learn to take responsibility، بيتعلموا إن هما يتخذوا responsibility اللي هو تحمل المسؤولية. طبعا هنا blame others هما بيتعمدهم إن هما يلوموا الآخرين. the opposite of hang on to situations يعني عكس تشبثهم بالمواقف. in the last paragraph is give them up يعني يقلع عن give them up، ولا delay them يؤجلوها، ولا dream of them يحلموا بها، ولا be independent يعني يكونوا مستقلين. طبعا give them up هنا بيتشبثوا بها، هنا بيقلعوا عنها. the underlined phrase on the other hand من ناحية أخرى means however، طبعا however يعني ومع ذلك، لأنها بتدي الرأي المتناقض. winners are responsible مسؤولين، dependent مستقلين، careless مهملين، lazy يعني كسولين. طبعا هنا winners are responsible يعني بيكونوا أشخاص responsible يعني مسؤولين. losers need to change their ideas about others، يغيروا أفكارهم عن الآخرين. stay losers forever يظلوا خاسرون للأبد. hate winners يكرهوا الwinners. fight winners يحاربوا الwinners الفائزون. طبعا change their ideas about others يعني يغيروا أفكارهم عن الآخرين. which of the following is correct أيهما صح. people should turn failure into success، people should الناس لابد انها تتخذ الفشل للنجاح. people can't succeed لا تنجح. people can't challenge لا يمكن التحدي. people should be careless يجب ان هم يكونوا careless. طبعا ايه people should turn failure الناس تحول الفشل الى نجاح. the word anxious can have the same meaning of worried، طبعا anxious قلق و worried قلق. losers are afraid to face new things، طبعا هنا to طبعا هنا try يعني يجربوا أشياء جديدة. one of the causes of being losers يعني من الأسباب اللي بتجعل الشخص losers خاسر. طبعا قلنا one of the causes من الأسباب اللي بتجعل الشخص خاسر good nutrition والتغذية الجيدة، kindness العطف، bad nutrition good relationship العلاقات الجيدة. طبعا هي bad nutrition يعني التغذية السيئة. بعد كده عندنا part 3 الجزء الثالث translate into Arabic يعني هنترجم إلى العربية. I have learned that courage isn't the absence of fear but the triumph over it after so many attempts of self motivation. I have learned لقد تعلمت، طبعا المضارع التام بيتحول إلى أو بيترجم إلى لقد. لقد تعلمت أن الشجاعة ليست غياب الخوف، ليست غياب الخوف، ولكن النصر أو الانتصار over it ولكن الانتصار عليه. after so many attempts بعد محاولات عديدة of self motivation من التحفيز الذاتي. مرة تانية لقد تعلمت أن الشجاعة ليست بغياب isn't ليست بغياب أو لا تعني غياب الخوف أو عدم الخوف but the triumph ولكن الانتصار over it عليه after so many attempts بعد محاولات عديدة of self motivation من التحفيز الذاتي. يؤدي العمل الجماعي دون أي شك إلى تحقيق الأهداف بينما العمل الفردي يتسبب في إهدار الوقت والجهد دون الوصول لنجاح حقيقي. طبعا هنا يؤدي العمل الجماعي team work undoubtedly يعني مما لا شك فيه undoubtedly leads to يؤدي إلى leads to the achievement تحقيق الأهداف the achievements of goals أو ممكن أقول of aims أو goals بينما العمل الفردي while the individual work wastes يهدر wastes effort يعني أو wastes time الأول wastes time يهدر الوقت efforts اللي هو الجهد without بدون achieving بدون التحقيق without achieving real success without achieving real success يعني النجاح الحقيقي.
قولينا طبعا نعمل لنا ريفيو عن تريجر ايلاند، القصة اللي عندنا في المنهج. طبعا ان شاء الله هنجده على القناة، وتعالوا مع بعض نتعرف على جزء الترانزليشن مرة اخرى. لقد تعلمت ان الشجاعة لا تعني عدم الخوف بل الانتصار عليها، بل العديد من محاولات التحفيز الذاتي. بالنسبة لترانزليت اندو انجليش، تيم وورك undoubtedly leads to the achievement of goals while individual work wastes time and effort without achieving real success. ومن هنا وصلنا لنهاية unit 12 او منهج الترم الثاني للصف الاول الثانوي، وانتظروا المراجعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.